السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي، مرحبا بكم في قناة وصفات الجمال الطبيعي مع خديجة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم واحد الشهيوة، الكيش بعجين خفيف ورائع، وكيجي هش ومع الحشوة اللي رائعة جدا، كتجي لذيذة. بقاو معايا دابا، غدا نبداو بطريقة التحضير ديال العجين. 300 غرام ديال غنحتاجو 300 غرام ديال فورس، شويه د مليحه، معلقه د سنيده، خماره حمراء، نحتاجو شويه ديال الفرماج، معلقه غير معلقه كبيره، ونحتاجو 3 معالق ديال الزبده ديال المارغارين، كبيره 3 معالق كبار ديال الزبده مارغارين، بسم الله نسينا. غنحتاجو الزيت 3 ديال المعالق، صافي غنعجنو العجين ديالنا بحال هكايا حتى يترمل، حتى يترمل كامل وتنسجم الطحين مع الزبده وجميع المقادير. بالنسبه للماء اللي غادي نجمعوا به العجين ديالنا، خصو يكون بارد، يكون في الثلاجه، ديروا واحد القرعه ديال الماء في الثلاجه يبرد، هو اللي غادي نجمعوا به العجين ديالنا باش كينجح معانا وكيجي هشيش. غير غنجمعوا العجين ديالنا بالماء بحال هكا، صافي غنجمعوا العجين ديالنا حتى كيتماسك وكنحطوه يرتاح. هذا هو الشكل ديال العجين ديالنا، كنجمعوه غير بيدينا بحال هكايا بلا دليك بلا حتى شي حاجه، باش كيجينا مرمل وكيجينا الواحد ما يدلكوش، بلا ما تدلكيه، بلا غير تجمعيه صافي كيجي بحال هذا، كيرتاح صافي. غنحطوه في بلاستيكه يرتاح نص ساعة، بين ما وجدنا الحشوه غندوزو الحشوه. غنبداو بالبصله نشحروها تكون رقيقه، جوج بصلات هنايا، جوج بصلات مقطعين رقاق، نضيفو ليهم شويه زيت، مليحة، غنضيفو ليه شوية ديال غنضيفو ليه الفلفلة مشوية مقطعة طريفات صغار، هاي مربعات صغيرين، الفلفلة مشوية كتجي كتعطي واحد اللوزو زوين لي كيش ملي كتكون مشوية. عندنا جوج سنينات ديال التومة، اللي عنده تومة بودرة من الأحسن. بعد عندنا طريفات ديال اللدن،
اللي عنده كفته يديرها واللي ما عندوش يدير الطريفات، ولكن قطعهم صغيرين كيف كتشوفوا يكونوا صغيرين مقطعين. نديروا شويه ديال الابزار، شويه ديال الكامون، هنا التحميره غير شويه ماشي باش نحمروا ولكن شويه، والسكنجبير اللي ضروري تعرفوا الدجاج كيبغي السكنجبير، ونبقاو على هذا الشيء حتى طيبنا لاصوص ديالنا. ترتاح لينا العجين ديالنا كنطلقوها بحال هكايا بالمدلك، تطلق رقيقه، تطلق رقيقه تطلق مزيان. صافي دابا غنهزوها وغنحطوا ليمول لتحت، بحال هكا باش كتسهل العمليه. كتجي لعندي شويه صافي كندوزو بحال هكا هي المدلك باش كيتطراساو على ليمول. صافي دابا كنبداو نقادو العجينه ديالنا في المول على هذا الشكل، طريقه سريعه. صافي غنبقاو على هذا الحال حتى نديروا العجينه ديالنا في ليمول كاملين، وعن عاد غنبداو نعمروهم. هادو نديروا لهم غير هكا ما نجمعوهاش، العجينه اللي بقات بلا ما تدلكوها بلا ما حتى حاجه شدوها هكا يطويوها وطلقوها، ونطلقوها ونكملوا حتى الاخر. باغايا كيش اللي غنستعملو في الكيش ديالنا، غنحتاجو جوج بيضات، دانون السوس، ولا القيجدة الطارية، التومة محكوكة ولا بودرة ديال التومة، والفروماج. غنديرو المليحة، نديرو شوية د الإبزار ولا الفلفل الأسود، غنضيفو ليه اليوغورت الطبيعي. نضيفوا ليه الثومه المحكوكه، من الاحسن تكون البودره ديال الثومه، انا ما عنديش دابا. نضيفوا ليه فرماج، بغيتوا تستعملوا هذا الفرماج الاحمر ولا بغيتوا تستعملوا جوج ولا ثلاثه ديال الفرماج مثلثات،
تمسوهم مزيان بالمعلقه وعاد تطربوهم بالطراب. غنضيفوا واحد نص خماره باش لاباغايا كيش ما تجيشنا معجنه ولا تجي خفيفه. وغنضيفوا واحد معلقه كبيره ديال النشا باش كتجمع لينا لاباغايا كيش وما كتفزكش لينا لاباط. صافي هادي لاباغايا كيش راه موجوده دابا. دابا نبداو نعمرو لي كيش تاعنا. نبداو نعمرو لي كيش تاعنا. احنا تكيناهم تكيناهم وغنبدا نعمروهم دابا. تحطوا لاصوص صافي. غندا نديرو لاباغايا كيش من فوقهم. وغنديروهم في الفران يطيبو على المهل على خاطرهم. العافية تكون مهيلة. العافية تكون مهيلة. صافي غتكملو الباقي ديال العجين غتكملوهم تعمروهم كاملين. صافي وغنتلاقاو في اخر فيديو في التقديم. حبيباتي من بعد ما خرجنا لي كيش ديالنا من الفران هذا هو الشكل النهائي ديالو. كيجي رائع. الا بغيتو ديروا ليهم فروماج انا درت ليهم فروماج ملي خرجوا. بغيتو ديروهم هي ما بغيتوش ديروهم تقدري تخليهم غير هكا كيجيو رائعين. كنتمنى انه ينال اعجابكم وكننصحكم بزاف انكم تجربوهم في البيوت ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لينا لايك وتشتركوا في القناه الى ما مشتركينش وتخليوا لينا تعليق على ارائكم وتردوا لينا الخبار الى جربتوهم. الى الفيديو المجيء ان شاء الله.